من ضمن الأسئلة، إيه الفرق ما بين المدارس الناشونال والإنترناشونال؟ الحقيقة الناشونال هي اللغات، الفرق إنهم بياخدوا منهج إنجليش إضافي، وفي مدارس مش بتدي، بيكتفوا بالكونكت والكونكت بلس. أما الإنترناشونال مناهج مش مصرية، بس حتى الإنترناشونال مستويات فيها القليل والمتوسط والعالي حسب المدرسة واخدة رخصة ولا لأ. في بعض المدارس بتفرقها على حسب، الناشونال مثلا ممكن تقبضك 3000 ونص، 3000، 2000 ونص، 4000، لكن المدارس الانترناشونال ممكن تجد فيها الرواتب 4 ونص، 5، 6، 7 وهكذا، بتبدأ من هذه الرنجات. كمان من ضمن الحاجات هتلاحظ ان الدروس اللي انت بتديها الخصوصية بتفرق، انت بتدي ده درس معين، الدرس التاني مختلف وهكذا. يجب انك تأخذ كل هذه الامور في الحسبان، وفي الآخر ابدأ بأي حاجة متاحة بالنسبة لك لغاية لما تتعود على اللغة الإنجليزية، لأن هذه المدارس كلما ارتقيت في المرتب كلما زاد متطلبات اللغة، وكل ده التي يجب أنك تأخذه في الحسبان. وبالتوفيق.